عبد الله، دفعة 2010، جيو سي ستيودنت. هنتكلم النهاردة على الرول اوف كلينيكال فارماسيست ان اونكولوجي. دورنا احنا ككلينيكال فارماسيست في الاونكولوجي ديبارتمنت. طبعا كلنا عارفين ان رحلة الكانسر بيشنت بتبقى طويلة جدا، على ان هو على ما ان هو ياخد العلاج، والاول ان هو يتشخص اصلا. في الاول بنبدا بالكونسلتنت كلينيك، وهي عياده الدكتور الاستشاري اللي بيكون فيها بيحصل دياجنوز للبيشنت، وفيها بنحدد البوليسي اللي هو هيمشي عليها. تاني حاجه الكيمو ثيرابي كلينيك. كيمو ثيرابي كلينيك العياده اللي بيتكتب فيها الميديكيشن اوردر بتاع الكيمو ثيرابي. البوليسي اصلا بتكون جايه من الكونسلتنت كلينيك. تالت حاجه البين كلينيك، وهي العيادة لسه يعني فاتحة من قريب، بقالها تقريبا سنة. فيها بنحدد الرياسيس البين بتاع البيشنت، وبنكتب له الميديكيشن المناسبة ليه. بعد كده الدراج ديسبنسينج، هي صيدلية الصرف في القسم يعني، وهي صيدلية مجانية. كومباوندينج اريا او الميكسينج اريا، هي اللي بنعمل فيها الميكسينج، بنجيلنا الميديكيشنز مع المحاليل بنعمل بيه عشان تطلع العلاج للبيشنت. الورد هو العنبر، هو المكان اللي بياخد فيه البيشنت العلاج، وهو الورد بيتقسم حاجتين، في كيمو ثيرابي وورد وفي السبورتيف كير وورد. السبورتيف كير ده لو حصل اي كومبليكيشن للبيشنت بعد ما ياخد الكيمو ثيرابي. هنتكلم بقى على واحدة واحدة بالتفصيل. الكونسلتنت كلينيك، هنا البيشنت بيبقى الفيزيشن بيريكورد الهيستوري بتاع البيشنت، وبيشوف لو هو حصل له اي كوموربيديتيز قبل كده، او لو هو ماشي على ميديكيشنز معينة، الانتر اكشن مع الميديكيشن دي. تاني حاجة الدايجنوز، بنعمل دايجنوز للبيشنت اللي هو الكانسر تايب وستيج ايه. طبعا البوليس اللي بتتاخد بتبقى على حسب جايد لاينز معينه، هي الان سي سي ان او الاسكو او الازمو او البي سي كانسر، دي الجايد لاينز اللي احنا ماشيين عليها. الكيمو ثيرابي كلينيك هي العياده اللي بيتكتب فيها الميديكيشن اوردر، بيبقى دور الفيزيشن فيها ان هو بيعمل بيشنت اكزامينيشن قبل ما يبدا ان هو ياخد العلاج الكيمو بتاعه، وبيكتب فيها الميديكيشن اوردر. الميديكيشن اوردر اللي هي تذكره العلاج اللي بيبقى مكتوب فيها البوليسي بتاعت الكيمو ثيرابي. طبعا الكانسر بيشنت بيبقى العلاج بتاعه بيتكتب على حسب السيرفيس اريا، بيتحسب بالسيرفيس اريا، لان كل بيشنت بياخد دوز مختلفه عن البيشنت التاني. دورنا بقى احنا ككلينيكال فارماسيست بنعمل دوكيومنتيشن، بنبقى مع الفيزيشن بنعمل دوكيومنتيشن للحاله من اول ما بتدخل. البيشنت كونسلنج، بنقول له بنساله يعني هل هو حصل له اي مشاكل من العلاجات اللي بياخدها. وانديكيشن اوردر اسيسمنت، بنأسس وريفيو، بنعمل ريفيو بعد ما الفيزيشن بيكتب العلاج. هنا بقى الخطوه بتاعت الميديكيشن اوردر اسيسمنت. اول حاجه بنعمل ايدنتيفيكيشن للبيشنت عن طريق ان كل بيشنت لازم يبقى ليه هوسبيتال نمبر معينه، الهوسبيتال نمبر ده بيبقى ثابت ما بيتكررش للبيشنت، وعن طريق البيرسونال اي دي نمبر والاسم الرباعي. طبعا ده كده بنعمل ايدنتيفاي للبيشنت. تاني حاجة بنعمل ريفيو للهيستوري، لو عنده هو أي بياخد مثلا ماشي على ميديكيشنز معينة، أو لو حصل له قبل كده أليرجي من دراج معين. تشيك تايمينج أوف تريتمنت، بنشوف العلاج اللي هو هيمشي عليه البروتوكول هيبقى على كام ساعة، علشان التنفيذ بيبقى بالوقت مهم جدا. كالكوليت البادي سيرفيس اريا، زي ما قلنا ان احنا البيشنت بيبقى بنحسب له السيرفيس اريا بتاعته، علشان ده اللي على اساسه هياخد الدوز بتاعت الكيمو ثيرابي دراج. بعد كده بنتشيك الابروبريت كانسر دراج دوز، بنشوف هل الدوز دي ماشيه مع السيرفيس اريا بتاعت البيشنت. بعد كده بنعمل لابوراتوري ريفيو، يعني البيشنت المفروض قبل ما يجي العياده بيكون عامل سي بي سي وكيميا، التحاليل اللي بيمشي عليها، عشان على اساسها بيبقى فيه تعديل في البروتوكول، الدوز بتاعت البروتوكول. وبعد كده بنعمل appropriate method of drug delivery،
بنشوف ايه هي الروت المناسبه اللي هو هياخد بيها الكيمو ثيرابي دراج ده. مونيتور بوتنشال كانسر دراج توكسيسيتي، بنشوف التوكسيسيتي بتاعه الدراج، كل دراج ليه توكسيسيتي معينه، في حاجات بتعمل دايريه، في حاجات بتعمل هايبر سنسيتيفيتي، في حاجات بتعمل الرجي، على اساسها ان احنا بنعمل بيشنت كونسلنج ونعرفه كل حاجه. فيريفاي بروتوكول ريليتد سبورتيف كير. ممكن اوقف حضرتك في حاجه؟ اتفضل. في حد اشتكى ان يوم الجمعه مش هيبقى فيه ناس. خلاص؟ في ناس بره اكتر من اللي جوه. في ناس بره اكتر، انا داخل مش لاقي مكان هقعد على الارض دلوقتي. ايوه يا سؤال. ما نقدرش ما نجيش يا دكتور. نعم. فيريفاي بروتوكول ريليتد سبورتيف كير بروفايدد، يعني بندي للبيشنت السبورتيف كير المعينه اللي هيبقى ماشيه البروتوكول تبعها. يعني في حاجات بتعمل نمنس مثلا، او فبندي له ساعتها ملجا او دولوكسبرين على حسب الحاله يعني. فاحنا بنقول له الاول بنعمل له بيشنت كونسلنج، على اساس كده بندي الدراج المعين. ده شكل البيشنت بروفايل بتاعنا. بيبقى اول كولوم ده بنكتب فيه الويت والهايت، وبنحسب السيرفس اريا. طبعا كل ما بيجي وكل فيزيت السيرفس اريا ممكن تتغير على حسب يعني. بنكتب الدايجنوزس بتاعته والبروتوكول اللي هو هيمشي عليه على حسب البوليسي اللي هي كانت متحدده في الكونسلتنت كلينيك. الرول اللي بعده بنكتب فيه البروتوكول نفسه، ده اللي بيبقى جاي من البي سي كانسر او من اي جايد لاين. بنكتب التوتال الدوزز اللي هي مكتوبه ملي جرام بير متر سكوير في البروتوكول نفسه، وعلى مدار كام ساعه، ده الرول اللي بعده. بعد كده بنحسب الدوز على حسب السيرفس اريا، وبنكتب السايكل والديت اللي هو جه فيه، ده اللي هو الكيمو ثيرابي بلان شيت. بعد كده اللابوراتوري، ده طبعا كل مره البيشنت بيعمل تحاليل سي بي سي وكيمياء قبل ما يجي، لازم عشان على اساس كده بيبقى فيه تعديل في البروتوكول على حسب البروتوكول نفسه. النيرس برضو ليها دور في الكيمو ثيرابي كلينيك، انها بتعمل بيشنت اورينتيشن، بتريكورد الويت والهايت، لو في اي سخونيه او لو هو البيشنت دايابيتك ممكن تقيس له السكر ساعتها، وبتوجهه يروح فين، يعني يطلع العنبر الكيمو ولا يطلع السبورتيف كير، بتوجهه بتعرفه الطريق. ثالث حاجه البين كلينيك. البين كلينيك هنا في البين كلينيك بنعمل اسيس للديجري اوف بين، على اساسها بندي الابروبريت انالجيسيك اسيس، وبعدها بنعمل اسيس للبين ريسبونس. دي بتبقى كل افري فيزيت بقى، لما كل مره بيجي بنساله لو في مثلا تحسن او هو حاسس باي اختلاف، على اساسها بنثبت الجرعه او نقللها او ممكن نغير لحاجه تانيه خالص. ده شكل البيشنت بروفايل في البين، في عياده البين. برضو بنكتب لو في اذر ميديكيشنز هو ماشي عليها، او لو في كوموربيديتيز، لو حصل هايبر سنسيتيفيتي لحاجه. ده زي كده سيرفي بنسال البيشنت اسئله، وعلى اساسها بنحدد البين وصل لديجري كام، وبرده ساعتها بنحدد مع الدكتور الاستشاري والمدرس المساعد والدكتور الفيزيشن اللي قاعد هل هيمشي على نفس الجرعه ولا هيغيرها. الدراج ديسبنسنج، وهي دي صيدليه الصرف الموجوده، هي صيدليه مجانيه موجوده في الديبارتمنت عندنا، هي بتصرف للحاجات للعنبر، العلاج العنبر اللي هو في الورد، سواء كيمو او نون كيمو. عندهم برضو ريسبونسابيلتيز، هما بيشوفوا الاستورج بتاع الدراج، حاجات مثلا هي هتتحط في الريفريجيريتور او هتتحط على الشيلف بره، بيشوفوا الاكسبايري ديت، بيشوفوا الاماونت اوف الدراج كونسامشن، قد ايه احنا بنستهلك كل اسبوع وكل شهر، على اساس كده هما بيطلبوا من المخازن عشان يوفروا العلاج للبيشنت. الكومباوندنج اريا، وهي صيدليه التحضير، هي اول حاجه بتبقى مقسومه جزئين، جزء ان وجزء اوت. الجزء الاوت ده اللي هو بيبقى فيه الريسبشن، الريسبشن ده هنا الصيدلي بيبقى واقف بيستلم الميديكيشن اوردر والميديكيشنز نفسها، وبعد كده الحاجات والمحاليل المطلوبه، كل ده اللي هو بيبقى مكتوب في الميديكيشن اوردر. بعد كده بتروح لخطوه الكالكوليشن،
طبعا على الكالكوليشن، علشان احنا قايلين ان الدراج بيتحسب بالسيرفس اريا، فكل بيشنت هيبقى ليه دوز مختلفه عن البيشنت التاني. فعلى اساس كده ان احنا بنحول الدراج، بيبقى مكتوب بالميري جرام، بنحوله الملي ليتر عشان الشخص اللي هو قاعد ميكسينج يقدر يسحبه بالسرنجه ويحطه في المحلول. بعد كده خطوه المار اللي هي الميديكيشن ادمنستريشن ريكورد، دي بتبقى فيه زي برضو ورقه كده بيتسجل فيها اسم البيشنت، ايه الدراج اللي هياخده، مع الليبلز مع المحاليل، كل ده بيحضرهم عشان يدخلوا جوه الاريا اللي هي الان، عشان بعد كده تتحضر. جوه بقى الان اريا اللي هي الميكسينج، دي بيبقى فيها الجهاز اللي هو البيولوجيكال سيفتي كابينت، وفيها بيبقى فيه شخص هاندلنج اللي هو بيستلم الحاجات من المار ويوديها للميكسينج. بعد ما الحاجات تخلص الميكسينج بتروح لخطوه الاي في تشيك، بنعمل فيها انسبكشن للدراج، لو بنشوف لو الحاجه فوتو سنسيتيف او يعمل لها باكجينج عشان تبدا تطلع تاني للريسبشن، ونرجع تاني في الدايره دي. دي شكل الليبلز اللي بنعمل فيها كالكوليشن. الريد ليبل ده الكيموثيرابي، البلو ده بنكتب فيه الحاجات الانتي ايميتكس، عشان طبعا على حسب البروتوكول ممكن ناس تاخد ايميجراند او ناس تاخد ايميكس، على حسب هو البروتوكول ايه. والجرين ليبل ده الهايدريشن، واليلو للحقن اللي هي الانتراسيتال. ده برضو منظر تاني للكلين اريا، انها متقسمه اوت اريا وانتي روم وبافر زون. الاوت اريا دي اللي فيها الريسبشن، قلنا اللي هو بيستلم الميديكيشن مع الميديكيشن اوردر، وبيحصل فيها الكالكوليشن برضو، والمار اللي هو الميديكيشن ادمنستريشن ريكورد. الانتي روم دي البي بي اي اللي بيتم فيها الجاوننج، علشان يدخل بعد كده الفارماسيست يدخل في التحضير. البي بي اي ان هو بيلبس جاون وماسك وجلافز، دي الحاجات البي بي اي المتعارف عليها يعني. بعد كده البافر زون جوه اللي هي فيها الجهاز السيتوسيف، فيها الميكسنج، بيحصل فيها الميكسنج والاي في تشيك. ده شكل الاريا من جوه. الانتي روم ده اللي هو بيبقى فيها بوزيتيف بريشر، والكومباوندنج روم جوه بتبقى نيجاتيف بريشر. نيجاتيف بريشر علشان هي تمنع اي بكتيريا او اي اير كونتامينيتد اير ان هو يطلع بره في الاريا بتاعتنا اللي احنا بنقعد فيها. الكومباوندنج روم بتبقى نيجاتيف علشان تمنع برضو الكروس كونتامينيشن. وبعد كده في المينيمم 12 اير تشينجز بير اور، لازم يبقى الدوران الهواء جوه في الروم 12 اير بير اور. في الميكسنج هي طبعا اهم خطوه جوه، اللي بيحصل فيها ان احنا بنسحب بقى الحاجات الكيموثيرابي الدراجز السيتوتوكسيك بالسرنجات، ونبدا نحقنها في المحاليل عشان بعد كده تطلع للبيشن. هو بنستخدم فيها جهازين، في اول حاجه اللي هو البيولوجيكال سيفتي كابينت كلاس 2، ده بيحمينا احنا من الهازارد دراج دي، وفي نفس الوقت بيعمل استريليتي للادويه دي. وتاني حاجه احنا طبعا بنشتغل في اسيبتيك تكنيك، الاريا جوه الشغل كله اسيبتيك تكنيك. ده شكل الجهاز برضو، الاير فلو ماشي ازاي فيه. الاروز الحمراء ديت الكونتامينيتد اير اللي هو داخل بيتعقم جوه، في هيبا فلتر، وبعد كده الاير اللي هو الاروز اللي هي البلو دي النازله هوريزونتال، دي علشان تحمينا احنا وتحمي الدراج من ستيريليتي، وتحمينا احنا من اي حاجه تطلع علينا يعني واحنا شغالين. ده المنظر التاني، جهاز تاني اسمه جلاف بوكس، بس هو ده بيبقى اكزهوستد شويه، وفي نفس الوقت تايم كونسيومنج، عشان احنا بنبقى شغالين ايدينا نفسها في الجلافز دي، فمحتاجين حد يفضل واقف مهندل علينا طول الوقت، فده تايم كونسيومنج، فمش ما بقيناش بنستخدمه قوي يعني. خطوه الاي في تشيك زي ما شايفين هنا، الدكتوره هي ماسكه الباكستر وبتشوف في الضوء لو في اي رابر او في اي اجسام غريبه في السوليوشن ده اللي هو هيتحقن بعد كده للمريض. بتعمل انسبكشن للباكستر، بتشوف الكليريتي اوف ذا سوليوشن، هل الدراج ده فوتو سنسيتيف ولا لا، لان لو هو فوتو سنسيتيف هنحطه في بلاك باج عشان يمنع ان هو يتكسر من الضوء. وبعد كده بتجمع كل الادويه بتاعه البيشنت،
بتحطهم في باكج عشان بعد كده يطلع للريسبشن ويسلموا للتمريض. طبعا هو في جوه في الان روم الميديكيشن اوردر ما بتدخلش، هو اللي بيدخل المار بس. المار ده هو بيبقى مكتوب فيه كل حاجه بالظبط زي الميديكيشن اوردر. بعد كده هنيجي على الورد اللي هو العنبر. احنا قلنا العنبر هو متقسم اتنين، في عنبر كيموثيرابي ده اللي هو بيتاخد فيه بيتنفس فيه علاج الكيمو، اللي هو بعد ما يطلع من الاي في تشيك الريسبشن بياخده بيقارنه مع الميديكيشن اوردر بيطلع للتمريض. التمريض بياخد الكيمو سيربي ده ويروح للكيمو سيربي وورد عشان يعلق هناك المحاليل. في وورد تاني اللي هو السبورتيف كير، ده لو حصل مثلا اي كومبليكيشن من الكيمو سيربي او لو حصل فيبرايل نيتروبينيا، البيشنت بيبقى محجوز هناك على محاليل لغايه ما يخلص المحاليل بتاعته او المضادات الحيويه اللي هيمشي عليها، وبيرجع بعد كده يكمل عادي الكيمو ثيرابي بتاعه. وبعدين بنعمل فيه مانج للاكيوت بروبلمز اوف كيمو ثيرابي. لو حصل اكسترافازيشن مثلا، الاكسترافازيشن ساعات الدراج نفسه بيبقى ايريتنت للفين فبيخرج بره الفين، فاحنا لازم نعالج الموضوع ده بالديمستو او في كذا حاجه ميبو، في كذا طريقه لعلاج الحاجات دي، فدي برضو بتتعالج في الورد. لو حصل اي هايبر سنسيتيفيتي مثلا بيحصل ساعات من الكاربوبلاتين او من التاكسول، بندي ساعتها سوليو افيل. لو حصل فوميتنج برضو كل الحاجات دي بتتعالج في الورد. بيشنت كونسلنج اند اديوكيشن، اثناء ما المريض بيبقى معلق المحاليل بتاعته بنكون بيبقى في راوند بنشوف هل هو المحلول متعلق على نفس الريت اللي موجود، وبنشوف الاوردر بتاع الدراجز متاخده مظبوط ولا لا. طبعا اهم حاجه الاوردر بتاع الدراجز عشان هي بتبقى في دراجز بتاثر على السيل سايكل، فلازم الحاجات دي هي اللي بنبدا بيها الاول. وبعد بنعمل بيشنت اديوكيشن على حسب البروتوكول بتاع البيشنت برضو. لو مثلا بيشنت بياخد اوكزالي بلاتين فهيبقى حاسس على طول باي حاجه ساقعه بتعمل له كهرباء، فلازم نقول له يدفي نفسه في الايام الشتاء مثلا، ما يمسكش اي حاجه ساقعه. ده مثلا مثال على الاوكزالي. في حد بياخد فلورو هنقول له مثلا اللي هو لو حس بدايريه في اي وقت بيبلغ على طول، هندي ايموديوم ساعتها وكده. نيرس اديوكيشن برضو، ان احنا بنقول للنيرس بنعرفها مثلا ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع كل بيشنت على حسب البروتوكول بتاعه، بحيث ان هي تعرف تقدر تتصرف على ما الفيزيشن يجي. ده كل اللي بيحصل في الورد يعني. دي الريفرنسز. ثانك يو.